يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أنه يمكن التكلم مع الجن خلال الرقية؟ وهل ورد هذا عن أحد من السلف؟ نعم، ورد أنهم يتكلمون في وقت الرقية، ورد أنهم يتكلمون على لسان المصاب، والمصاب لا يدري، إذا أفاق ما يدري عن شيء ولا جرى عليه شيء، فهذا دليل على أن هذا الكلام وهذا أنه كله من الجن. نعم.